وتداول مجلس الحكومه وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 221/2019 بتطبيق القانون رقم 98/15 والقانون رقم 99/15 فيما يتعلق بالفلاحين. ويهدف المشروع الى تحديد كيفيه تطبيق احكام القانونين المشار اليهما على الفلاحين بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحه الارض ونوعها بوريه او سقويه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى. وهكذا تم تحديد الدخل الجزافي فيما بين 0.65 و 6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحددة تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه حسب كل فئة. وتعتبر مقتضيات المشروع أو تعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، علاوة على تحديد كيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.